إلى الجزائر المتحدة حماية لحق الطفل. ولم يبقى منهم أحد من حقنا التعليم. إلى أن يحيى الضمير الإنساني سيبقى الطفل هو الذي يدفع ثمن صراعات وحروب. إن حماية الطفولة كانت ولا زالت محوراً أساسياً من محاور السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية منذ السنوات الأولى للاستقلال. الجزائر وإيماناً منها بحقوق الإنسان وحقوق الطفل الذي يتزايد مفهوم تأمين حقوقه في إطار الجيل الرابع من حقوق الإنسان، في إطار العوالم الرقمية والتهديدات اللاتماثلية على شعوره وسلوكاته وعواطفه وقيمه، فإنها تسعى جاهدة لتكريس الثوابت الإنسانية لطفولة آمنة من المعاناة، كاملة غير مجزأة من الحماية للبذرة الأولى للإنسانية، وهي الطفل، طفل العالم، طفل الجزائر، طفل الدول المسلوبة الحرية، طفل فلسطين، وطفل الصحراء الغربية.